السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله. وصفة اليوم وصفة جديدة، وصفة رائعة جدا للتخلص من الكرش وشتى رهولات البطن والجوانب. ومن تجربتي الشخصية هذه الوصفة أعطتني نتائج غير متوقعة في مدة أسبوع واحد فقط في حرق وإذابة دهون البطن وشد الترهلات في بعض المناطق في جسمي وخصوصا منطقة الكرش. نتائج مبهرة وفعالة جدا جدا، وقلت لما لا أشاركها معكم لكي تستفيدوا أنتم أيضا، لأن الكثير منا يعاني من هذا المشكل، ترهلات الكرش بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية، وبمكونات سهلة جدا جدا، والأهم أنها فعالة في تنحيف البطن وشد ترهلاته، وخصوصا إذا استعملتموها بالطريقة كما سأريكم في الفيديو فأكيد ستحصلون على نتائج رائعة جدا. وقبل أن أمر أحبائي إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها، أتمنى منكم أحبائي دعمي باللايك إذا عجبكم الفيديو لتشجيع على المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله. وبالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج إلى مكونين. سنحتاج إلى المكون الأول وهو الفلفل الحار الأحمر كما تلاحظون، وسنحتاج كذلك إلى الفاصلين. والآن نمر إلى طريقة التحضير. سنحتاج إلى كسرونة وسنضع فيها كوب من الماء، وسنضع فيها قدر آخر، وحرصوا أن يكون القدر قابل للتعرض لدرجة حرارة عالية لأننا سنقوم بتذويب الفازلين فيه. سنضع فيه تقريبا ملعقة كبيرة من الفازلين. فبالنسبة للفازلين كذلك احرصوا أن يكون فازلين أصلي وليس بالفازلين المزور، لأن هناك عدة أنواع من الفازلين تباع في الأسواق لكن تكون غير أصلية. سنضع منها تقريبا ملعقة كبيرة، فبالنسبة للكمية هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم، يا إما مضاعفة الكمية أو تقليل الكمية، أنتم يمكنكم تحضير الكمية المناسبة لكم. أنا سأحضر معكم فقط ملعقة كبيرة من الفازلين فقط لكي أريكم طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة استخدامها. بعدما وضعنا ملعقة كبيرة من الفازلين سنضيف إليها فلفلة واحدة كما تلاحظون من الفلفل الأحمر، وكذلك احرصوا أن يكون الفلفل الأحمر يكون حار وليس بالفلفل الحلو أو البارد كما تلاحظون. بعد ذلك سنقوم بوضعهما على النار هادئة جدا حتى يذوب لنا الفازلين جيدا. سنقوم بتذويبه في حمام بخاري بهذا الشكل كما تلاحظون مع تحريكه حتى يذوب لنا الفازلين تماما كما تلاحظون. بعدما قمنا بتذويبه بهذا الشكل كما تلاحظون لن يحتاج معكم الكثير من الوقت، فقط يعني نصف دقيقة يعني 30 ثانية لكي يذوب لكم الفازلين تماما مع الفلفل الحار. بعد ذلك سنقوم بتركه لمدة ليلة كاملة. سنترك هذه الوصفة لمدة ليلة كاملة، طبعا إذا حضرتموها في الليل فاتركوها حتى الصباح حتى ينقع لكم الفلفل جيدا مع الفازلين، وسيصبح لكم على هذا الشكل كما تلاحظون. سيرجع الفازلين إلى أصله كما كان بهذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك سنقوم بتذويبه مرة أخرى لكي نقوم بتصفيته للحصول على الفازلين فقط. هذه الوصفة رائعة جدا مجربة وتعطي نتائج رائعة جدا في إزالة الكرش وإذابة دهون البطن بسرعة كبيرة جدا جدا. ولا تتخوفوا أبدا من الفلفل الحار لأننا قمنا بخلطه مع الفازلين، وبهذه الطريقة لن يكون مفعوله قوي جدا جدا، بالعكس سيكون مفعوله رائع جدا في حرق وإذابة دهون البطن عندكم. بعدما قمنا بتذويب الفازلين مرة أخرى مع الفلفل الحار كما تلاحظون سنقوم الآن بتصفيته للحصول على الفازلين فقط. سنحضر مصفاة أو فلتر ونقوم بتصفيته بهذا الشكل كما تلاحظون للحصول على الفازلين مع مستخلص الفلفل الحار. كما قلت لكم يجب أن يكون الفلفل حار جدا، يمكنكم أن تتذوقوا قبل استعماله. يمكنكم كذلك استعمال الفلفل الأحمر الطازج أو الفلفل الأخضر الطازج، هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم. أنا استعملت الفلفل الأحمر المجفف، هو الذي متوفر عندي في البيت، أنتم يبقى اختياري بالنسبة لكم، لكن مهم جدا أن تستعملوا فلفل يكون حار وليس بالفلفل البارد.
بعدما قمنا بتصفية البازلين، كما تلاحظون حصلنا على البازلين ومستخلص الفلفل الحار. بعد ذلك فبالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة، ستقومون بتطبيقها على أي منطقة في جسمكم عندكم فيها دهون متراكمة، أو على أي منطقة عندكم فيها ترهلات. فهذه الوصفة ستساعدكم كثيرا على حرق الدهون وتذويبها بسرعة كبيرة جدا جدا. فبالنسبة لطريقة استعمالها، أول شيء ستقومون بفتح مسامات بطنكم. من الأحسن أن تقوموا بالاستحمام قبل وضع هذه الوصفة لفتح المسامات، أو يمكنكم فقط وضع فوطة في الماء الساخن جدا وعصرها، وبعد ذلك قوموا بوضعها على بطنكم حتى تفتح المسام لكي تستفيدوا أكثر من الوصفة. بعد ذلك تقومون بأخذ القليل فقط من هذه الوصفة، وتقومون بعمل حركات دائرية باتجاه واحد، يعني لمدة دقيقة إلى دقيقتين، حتى تلاحظون أن بطنكم امتص جيدا يعني البازلين مع مستخلص الفلفل الحار، ولن تحسوا أبدا بحرقان أو تهيج. فهذه الوصفة لن يكون مفعولها قوي جدا جدا، يعني بالنسبة للفلفل الحار فلن يكون مفعوله قوي جدا لأننا قمنا بخلطه مع البازلين، فلن تحسوا أبدا بحرقان كثير، لأن هذه الوصفة أنا قمت بتجربتها يعني شخصيا، ولم أحس أبدا بحرقان أبدا، فقط يعني حرقان قليل جدا جدا. تقومون بوضعها بحركات دائرية كما قلت لكم، وبعد ذلك ستقومون بلف بطنكم بورق النايلون. طبعا هذه الخطوة يعني اختيارية، لكن من الأحسن إذا أردتم يعني مضاعفة النتيجة والحصول على نتائج رائعة جدا، فيمكنكم وضع ورق النايلون من الأحسن، ويمكنكم كذلك وضع هذه الوصفة قبل ذهابكم إلى النوم والنوم بها لمدة ليلة كاملة، أو يمكنكم وضعها في الصباح ومزاولة بعد الأعمال المنزلية أو بعد التمارين الرياضية لمساعدة ورق النايلون على التعرق. هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم، يا إما وضعها في الليل قبل الذهاب إلى النوم، أو وضعها في الصباح وتركها يعني إلى أن تكملوا يعني أعمالكم المنزلية، وبعد ذلك قوموا بغسلها بماء دافئ ومسحها جيدا، واستمروا عليها بنفس الطريقة يوميا حتى تحصلوا على الفرق وتلاحظوا النتيجة المرجوة. احتفظوا بهذا الكريم كما تلاحظون البازلين مع الفلفل الحار، احتفظوا به في علبة زجاجية، واحتفظوا به خارج الثلاجة، وكل يوم قوموا بدهنه على بطنكم بنفس الطريقة، ولفوا بورق النايلون على بطنكم. كما قلت لكم هذه الوصفة رائعة جدا وتعطي نتائج رائعة جدا، فمن الأسبوع الأول ستلاحظون فرق هائل جدا، خصوصا على مستوى بطنكم. إذا كانت هناك الترهلات فإنها ستخف، وإذا كانت لديكم بطن بارزة وكبيرة أيضا سينقص حجمها. لكن هذه الوصفة يجب الاستمرار في استعمالها حتى تحصلوا على النتائج التي تريدونها، فكل واحدة على حسب درجة الترهلات عندها. هناك من لديها كرش ليست بكبيرة، وهناك من لديها كرش أكبر حجما، والمدة التي تظهر فيها النتائج على حسب كل واحدة وحجم الكرش ودرجة الترهلات عندها. لكن استمروا باستعمال هذه الوصفة يوميا حتى تحصلوا على النتائج المرادة، لكن الفرق سيظهر لكم من الأيام الأولى، يعني من الأسبوع الأول، خصوصا على مستوى ترهلات البطن. وطبعا يمكنكم استخدام هذه الوصفة على أي منطقة لديكم فيها ترهلات في جسمكم، مثلا ترهلات الذراعين، الفخذين، الساقين. هذه الوصفة رائعة جدا وتعطي نتائج سريعة جدا جدا، صدقوني نتائجها رائعة جدا، وجربوها وبعد ذلك احكموا. هذه الوصفة يعني وجدتها في منتدى أجنبي، وكل من جربوها صراحة شكروها وأعطتهم نتائج مبهرة وفي مدة قصيرة جدا. يمكنكم أن تبحثوا بأنفسكم عن هذه الوصفة وأن تقرأوا التجارب بأنفسكم. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، كما تلاحظون وصفة رائعة جدا، وصفة مجربة مني شخصيا، أتمنى منكم كذلك أنتم أن تجربوها، وإن شاء الله وأكيد ستعطيكم النتائج مبهرة كذلك. لا تنسوني أحبائي باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة ويستفيدهم أيضا، وأنا ألقاكم أحبائي في وصفة قادمة مع فيديو جديد. وشكرا لكم أحبائي على المتابعة، ودمتم في رعاية الله.